الأزياء السوري رامي العلي سجل حضوره 17 في باريس ليقدم تشكيلته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2020، وهي تشكيلة تستوحي تفاصيلها من زهرة الأوركيد. عن نجاحاته العام الماضي في عالم الأزياء الراقية كان لنا مع رامي العلي هذا اللقاء مع زميلتنا نايلة السريوي، لنتابع. من وانا صغير بحب ارسم بشكل عام، بحب اشتغل على الالستريشن، ارسم اشخاص. وانتبهت انه بخلص رسم الوجه والجسم بسرعه وباخذ وقتي منيح برسم الازياء. وانتبهت اكثر انه لما عم برسم ازياء برسم دائما هيك اشياء فانسي، ما برسمهم بشيء سمبل. اللي بنشوفه دائما على الكاتوك هي وجهة نظر، وجهة النظر هي بس لتحكي شو خلفية هاي المصمم، شو فلسفته، شو وجهة نظره بهالموسم، شو فلسفته، شو بالفاشن، بالتكنيك، بقوة الوركشوب تبعه بالتنفيذ. ما بالضرورة هي رأي ثابت ومبهم وما بيتناقش. باريس ما كانت هي أول وجهة لما بلش اتجه للعالمية، كانت بالنسبة لي هدف شوي بعيد وما كنت بعتقد أني كنت جاهز لإله بالفترة الأولى. أكيد بالمرحلة الثانية بعد روما كانت باريس صارت لازمة، ما عادت هي أمنية فقط، لأن باريس فيها أهم أسبوع موضة للأوت كوتور وبعتقد الوحيد هو حاليا. فبالتالي كل شيء بيشتغل بهالمجال لازم يكون موجود بباريس وبيعرض فقط بباريس. الانسبيريشن أنا دائما بالنسبة لي موجود من عالم واحد اللي هو عالم هالامرأة الدلكت الحساسة المرهفة، بس بنفس الوقت هي قوية، اللي عندها حس عالي جدا للآرت وللفاشن. كل مصممين الأوت كوتور عندهم لاين تاني واقعي أكثر إذا بدك، أفوردبل أكثر، ومطروح بشكل الحصول عليه أسهل. البريت أبورتي دائما موجود بالمحلات أوف ذا راك، بتشتري بأي قياس، بتوصل وين ما بدك أونلاين، وأكيد الأسعار لا تقارن بأسعار الأول كوتشور. اللي له أهمية كبرى هو بهالشرارة أنت شو عم تقدر تضيء، هل عم تقدر تطلع نتيجة حلوة، هل عم تقدر تطلع نتيجة تحاكي فيها الجيل اللي كنت أنت عم تشتغل معه والجيل اللي بعده، هل أنت relevant، هل أنت لساتك عم تقدر تعطي شيء حديث ومختلف عن الشيء اللي قدمته مسبقاً.